اللي في مصر، بس كلنا كنا عايشين او كنا بنشتغل في جو بجد حاسس بجو راحه، عشان كده كنا مطلعين كلنا شغل حلو. الحقيقه انا كنت عايزه اعلق على دي، اتفضل. انه لما يبقى في فعلا كواليس الناس كلها زي ما بالظبط مريم بتقول، ده بيبان على الشاشه. بيبان على الشاشه في انه كل ممثل بيبذل كل طاقته حقيقي عشان يقدمه. الحقيقه انه في هذا العمل كانوا كلهم نجوم. يعني سيبك من ترتيب التترات، لكن انت تكتشف انه حتى في ناس اول مره الواحد بيشوفها بتقدم شخصيات كما لو كانت هي. يعني مثلا في المصنع مثلا بتاع الحلويات في باريس ده، في الممثله اللي هي مليانه قوي دي، سوريه انا اول مره اشوفها، لكن قد ايه هي كانت جميله ومنسجمه مع 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 المساحه بتاع دورها ومع المتقدم. في طبعا ممثلين كبار جدا انت كما لو كنت بتشوفهم عمرهم عملوا الادوار دي، يعني الاستاذ الكبير عبد الرحمن ابو زهره في دور جاكوب، ايه الجمال ده، ايه القلق ده. انت في الاخر بتشوف يعني كمان ضمن اهميه ضيف بقى للمسلسل ده، انه الحقيقه ما فيهوش بطل واحد، في بطلين، كلهم ابطال. لا ما يخص العمليات لصالح المخابرات المصريه، في اثنين، في تيم هو عابد، في كمان جاكوب اللي هو بيساعده، ودي طبعا لاول مره بتحصل. لكن شوف قد ايه انسجام الاداء بين الاثنين، بين هذا الممثل العتويل عبد الرحمن ابو زهره وبين تيم حسن اللي احنا بنشوفه مثلا تاني مره في مسلسل او تالت مره عندنا في مصر. شوف احمد حلاوه مثلا في الجزء اللي يخص باريس وكده. لا، في الحقيقه جو او في صناعه جو يخلي الممثل يقدم افضل ما عنده. يعني انا هسال طبعا حضراتكم سؤال، يعني هل دي شهاده كبيره؟ شهاده أنا كبيره عايزة أشكر طبعا مدام ماجده بصراحه، يعني حاسه النهارده في عيد يعني بالنسبه لي. يعني انا بشكر مدام ماجده بجد ان احنا عاجبين حضرتك بجد. لا وان في اكتر من عنصر في العمل. لا بجد لا الحقيقه من غير شكر، انا كمان اتفاجئت بريم الحقيقه. ميرسي جدا. هي عامله دور واخده فيه كل ملامح، اولا شخصيه الفرنسيه اللي هي شيك قوي و تصرف يعني برقه ودلاله، الفرنسويين معروف الفرنسويه ده. أيوة. بعد كده الحقيقه كانت شخصيه محيره، انه كيف وده جزء من براعه برضه العمل، انه بيحيرك يعني ليه مونيك قبل ما تعرف تفاصيل عنها بتقبل انها تشتغل مع المخابرات المصريه. بعد فتره بتكتشفها بسهوله او بتاخد وقت، مش بسهوله، لحد ما تعرف تفاصيل صغيره لكن شديده الاهميه في مساله ما يخص الشخصيه بتاعتها، انها من اصل جزائري وابوها استشهد في وابوها استشهد ثوره الجزائر. يعني في مبرر منطقي، في مبرر لانك انت بتقعد تسال نفسك. انا سالت نفسي ليه هي تقبل الشغل، وانا زي اي مشاهد ممكن يسال نفسه. هل الفن ممكن ان يخلق ثوره، ولا الثورات هي ممكن ان تخلق فنونا؟ ده يعني السؤال لحضراتكم تخلق الاثنين. لا، يعني دايما الاحداث الكبرى في حياه الشعوب هي اللي يعني بتكشف عن مبدعين جداد يقدموا، وكمان بتحفز كبار المبدعين ان هم يتواصلوا معاها ويجودوا ويقدموا احسن ما عندهم. انت عارف الجو الثورات دايما بيفتح المشاعر عند كل الناس للجديد، وكمان بيخلي الانسان يبقى عنده هيتكلم ويقول افكار اللي عمره ما قالها. حقيقي. كل الحاجات اللي كبتها عنده صحيح بتبتدي ترجع من اول وجديد. صحيح. وكل الافكار اللي هو قال لك لا مش هيرفضوها، هتترفض رقابيا، هيقول لك لا دي فرصه ان انا اقدم. اعتقد انه صحيح. انا يعني متفقه مع مدام ماجده، يا رب الفن احنا عندنا يتغير. يعني يمكن احنا شفنا افلام ساهمت في كده زي عايز حقي وزازا، يعني كانت ابتدت تلعب ادوار وهي فوضى وحين ميسره وبرده كان فيلم انا مش متذكره لاحمد عيد برده كان بيناقش رامي الاعتصامي. كانت كلها مواضيع يعني بتساهم او بتساعد على ان هم مش راضيين باللي بيحصل في البلد، وبتوريك نموذج ممكن يعني ما كانش ممكن نتخيله ان هو يعني يحصل. فعشان كده السؤال ده انا سالته لحضرتك، ان هل ممكن. بس انا عايزه اقول لك ان هذه الاعمال كلها مش من خيال المبدعين، يعني مش من خيال الفنان. هو بيستلهم الواقع اللي بيحصل. مصر كان فيها مظاهرات من 2005. مظاهرات قدام مجلس الشعب لو انت فاكر طبعا. واللي في المحله، وكان في مطالبات بالحقوق كتيره جدا الفتره الاخيره. زادت طبعا. والجو ده لازم ياثر في الناس، لازم يلهم الفنانين. انما
الى اي حد من الممكن ان الفنان يقدم ده وفقا لكل واحد وثقافته وقدرته على التعبير. عابد كرمان مع ريم البارودي يمكن السنه دي يعني ما شاء الله مساله كرامه، وعابد كرمان واحنا الطلبه يعني نوعيات كلها مختلفه. خلينا في عابد كرمان، استعدادك للدور ده خد منك يعني وقت قد ايه، ورسمتي ملامحه ازاي واستعدتي له برضه؟ هقول لك ان انا كنت بشتغل مع ناس كبيره قوي، يعني استاذ نادر واستاذ بشير، والاخص استاذ نادر كمان ما كانش سايب حاجه، دايما الشخصيه مرسومه، دايما هو شايفك. عايزه اقول لك على حاجه، ان استاذ نادر ما كانش عارفني يعني، وانا رايحه عشان هو يشوفني وكلمني استاذ هشام شعبان في التليفون، فانا رايحه هو استاذ بشير مش عارفني، فهم مطلعين كل حاجه من على النت، شايفين اكتر من شكل ريم البارودي، فهو مستقر اساسا على الشكل يعني. فدايما عنده، عشان كده بقول لك الناس اللي بتشتغل الكرو الاخراج اللي مع استاذ نادر، ومعانا طبعا ستايليست كان لاول مره هو مساعد اخراج هادي علي، انا بشكره لان برده كان راسم. انت عارف ان احنا الازياء طبعا مهمه جدا، طبعا مهمه جدا فتره اللي هي اواخر الستينات لاوائل السبعينات ديت، دي مهمه جدا ان احنا نلتزم بيها. فكل حاجه متوضبه يعني، انت بس ما عليك كفنان انك تذاكر قوي شخصيه مونيك، ان انا اقدر احس شخصيه مونيك دي انا اقدر اتعامل معاها ازاي، اتناولها بالشكل ازاي. وطبعا ككاتب كبير زي استاذ بشير مش سايب اي حاجه، عارف الورق مش سايب اي حاجه ان انا اعملها. مش عايزه استعرض واقول لك ان انا تعبت وعملت، اكيد عندي دايما حاله توتر ان انا ابقى عند حسن الظن. خدت وقت قد ايه بقى في تصوير العمل، في تصوير دورك يعني؟ يمكن انا ابتديت معاهم اول حاجه، اول تصوير شوتينج كنت معاهم في باريس كلنا ككرو، قعدنا مش عارفه والله يا محمد، بس استاذ نادر يقدر يجاوب اكتر يعني. يعني طبعا عايزين، هيكون معانا طبعا على التليفون الاستاذ بشير الديك، مؤلف عمل، المؤلف الكبير ومؤلف عمل عابد كرمان. بس هنطلع لفاصل من مسلسل عابد كرمان ونرجع ونكمل بقيه حوارنا مع ضيوفنا، ومستنيين مكالمات حضراتكم من خلال الارقام اللي هتظهر امام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. برنامجكم الفن هيتغير. حاجة من اتنين، يا نسكت ونبلع الهزيمة ونستسلم للأمر الواقع، يا نرد عليهم وناخد بطرنا منهم. عابد، أنا ماليش دعوة باللي فات، اللي فات ده ملكك أنت لوحدك وأنت كنت حر فيه، لكن اللي جاي، اللي جاي ملكنا إحنا الاتنين. بس يا عابد بلاش كلام الأفلام ده. ده مش كلام أفلام، ده حقيقة اللي أنا حاسه ناحيتك. مسيو عابد لو سمحت. بلاش مسيو عابد، دي عابد طوالي. عابد أنا محتاج وقت أفكر. عجبك الشريط؟ جدا يا عابد، جدا حلو بشكل مش ممكن، مش معقول. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. بقول لك إيه؟ ما تيجي نجيب الشنط ونغير هدومنا وننزل نتمشى على البحر شوية، إيه رأيك؟ يا ريت يا عابد، يا ريت. يلا. هما اللي جابوا لي الفستان ومصممين يحتفلوا بينا طول النهار، ويجوا معانا دار العمودية وعازمنا على السهرة.
مشاهدينا ورجعنا مع حضراتكم مره ثانيه وبرنامجكم الفن هيتغير وان شاء الله الفن هيتغير على شاشه المصريه وهيتغير في الوطن العربي ومصر اكيد ان شاء الله بعد نجاح ثوره 25 يناير. يمكن احنا كنا بنتكلم دلوقتي في كواليس الاستوديو عن شخصيه ريم في مسلسل عابد كرمان، كنت قلقانه شويه وانت بتقدمي الشخصيه دي؟ اه طبعا قلقانه جدا طبعا قلقانه وعايزه ابقى عند حسن ظن الناس اللي اختارتني وعمل بالنسبه لي دور بالنسبه لي انا جديد. وانت يعني اول ظهور مونيك كده يشكك فيها شويه، انت مش عارف طبعا، بتعرف بعد كده انها الوسيط ما بين المخابرات المصريه وما بين البطل بتاعنا، وبعدين بعد كده بتشك شويه في نظراتها هي ايه، بعدين بتبتدي تتحول الى انثى مهما كانت ان هي غربية أو فرنسوية أو شرقية أو خليط ما بين الشرقي والغربي، بس هي برضو أنثى بتغير جدا على حبيبها اللي بعد كده بقى جوزها، بتغير جدا، نفس إحساس الست ما بيتغيرش إذا كان غربي أو شرقي طبعا يعني عارف. وفرحانة جدا بجد وسعيدة جدا وفخورة أن أنا شاركت في عمل كبير زي عابد كرمان. هل هناك معايير مختلفة لاختيار الأدوار في الدراما الجاسوسية عن الأعمال الأخرى؟ لا يعني هي الحقيقة المعايير هنا تتعلق بمسألة أولا يعني الكتابة نفسها. يعني أنت في مسلسل عن الجاسوسية مش ممكن تعامله زي أي مسلسل تاني. مش ممكن يبقى فيه، لأن كل فيه مشهد بيبقى له خصوصية وبيأدي بالضرورة المشهد تاني، في جزء بوليسي لازم أنت كمشاهد تفهمه ولازم أنت ككاتب تكتبه الأول. وفي أجزاء كمان في تقديم الشخصية وفي بناء الشخصية تخص يعني بعض المعلومات اللي المؤلف بيخفيها في الأول والمشاهد مبقاش عارفها. يعني احنا معرفناش شخصية مثلا مونيك اللي قدمتها ريم في الأول. قعدنا نسأل نفسنا، طب دي فرنسوية ايه اللي بيخليها تتعامل مع المخابرات المصرية؟ مين دي؟ بتشتغل ايه؟ بتعمل ايه؟ لحد ما عرفنا المعلومات جابها لنا بشير الديك في وقت تاني. لكن عايزه اقول لك انه اذا كان المؤلف في مسلسل الجاسوسيه من الممكن انه يؤخر بعض المعلومات عشان يستفيد بيها في اطار مسلسل بيعتمد كمان على السسبنس، لكنه هو وهو بيكتب بقى مش ممكن يسيب يعني فتفوته للممثل يأديها زي ما هو عايز. لان ده نوع من الاعمال لابد ان هو في احتراف كامل، ما فيهوش جزء ارتجالي نهائي، وما فيهوش حاجه الممثل يعملها وفقا لوجهه نظره. هنا ما فيش، لانه احنا بنشوف الانضباط الكامل حتى في المشاهد. ده اللي بيورى في المشاهد بين عابد كرمان وبين مسيو يوسف اللي بيقوم بدوره الممثل الاستاذ ابراهيم يسري. على فكره انا بحييه. هو عمل دور رجل المخابرات يعني دور رائع. بس خلينا ناخد تليفون من لبنان. مدام امال. مدام امال الو. انسه امال. انسه امال، معلش، عفوا. ازاي ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ وانت طيبه. يمكن احنا موضوعنا النهارده عن الدراما الجاسوسيه ومسلسلنا عابد كرمان. تابعتي المسلسل؟ جدا جدا، يعني انا عم بتفرج عليه كتير، حبيته وحبيت انسه ريم، يعني كتير لذيذ وطيوب ومهضومه بهالمسلسل. كتير حبيته جدا جدا جدا. وعلى فكره وانا حاجه احضره مره واثنين وثلاثه لانه رائع 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 جدا. ميرسي قوي. ميرسي جدا. وعلى فكره برنامجكم كتير حلو. انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل الكيم اللي معك بخير وسلامه، وكل امه مصر بخير وسلامه يا رب، ويعطيكم مليون مليون عافيه وباي باي. ميرسي ليكي وشكرا ليكي، نورتينا. يمكن شعور برضو حلو ان المشاهدين او المتفرجين يعني يشاركوا من طبعًا. خلال يعني نجم في حلقه وبيتكلم عن المسلسل بتاعه فهم برضو بيبقوا يعني متابعين وبيبقوا حابين ان هم يعبروا، وما بيبقاش في فرصه، وخاصه لو كان كمان يعني من بره مصر مش في مصر. فده شعور بيبقى حلو يا ريما. قوي طبعا. انا عايزه اقول لك ان المسلسل جيد خصوصا الاوعيه دي لانها نادره من الاعمال. متشاف في كل حته وبشكل جيد جدا. يمكن بعد كده ريم تتلقى من الممكن التهاني من كل البلاد العربيه لو هي سافرت او قابلت ناس. لكن عايزه اقول لك انه لحد السنه اللي فاتت مسلسل لقفه الهجان كان بينتهي في محطه يتعرض في محطه ثانيه، انتهى في النيل للدراما. انا لقيته بعديها بيوم على ابو ظبي بيبتدي عرضه. يعني قصدي اقول لك ان هذه نوعيه محبوبه جدا، وخصوصا لما تكون مسلسلات فعلا جيده جيده وقويه.
ممكن انها تتشاف مره واثنين وثلاثه وعشره بتعيش. في رمضان يعني ما شاء الله بيتعرض لك ثلاث مسلسلات، بتتابعي مين اكتر مسلسل وبتتابعيهم ازاي، وازاي بتقدري يعني تشوفي مثلا مشهد انت مش راضيه عنه فتتكلمي وتنقدي نفسك؟ فكلميني عن الحاله اللي انت عايشاها من خلال متابعتك لاعمالك. هو بص اكيد بتفرج على الثلاثه يعني اكيد يعني بيبقى عندي حاله ترقب للثلاثه كده، وعايزه اشوف الثلاثه واشوف انا عملت فيهم ايه. دايما مش معجبه بنفسي، ودايما لا هنا كنت محتاجه ادوس شويه، وهنا لا انا عندي حاجات كانت ممكن تطلع احسن من كده. دايما انا بالذات عندي حاله التوتر دي دايما ونيرفس شويه، لا انا كنت المفروض اعمل ده احسن. يعني انا ما بيعجبنيش نفسي. وزي ما قلت لك طبعا ما فيش حد يبقى عنده عملين. انا عايزه اقول لك بس ان انا ما كنتش قصدي ان انا ابقى عامله ثلاث اعمال السنه دي خالص. هو طبعا معروف ظروف عابد كرمان ان تم منع عرضه السنه اللي فاتت، والسنه دي انا كنت بعمل عملين اللي هم مساله كرامه واحنا الطلبه. فلما اتمنع عابد كرمان وتم الافراج عنه اخيرا السنه دي فبقوا ثلاث اعمال بس. يمكن يعني المشاهد دلوقتي بقى عنده زيادة في الحس الوطني، يعني بقى عنده وعي بعد ثورة 25 يناير. فهل ده هيبقى يعني مش هيضحك عليها، يقدر يعرف العمل الجيد من مش الجيد؟ لا أنا عايز أقول لك إنه محدش يقدر يضحك عليه، مش من دلوقتي، من قبل كده. من قبل كده. لكن احيانا المشاهد بيفوت بمزاجه. يعني هو لما يبقى عايز لما يبقى حابب نجم من النجوم بيشوف له العمل حتى لو مش مقتنع قوي، بيفوته بمزاجه لان ده نجمه المفضل. لما بيحاول لما يبقى حابب موضوع ممكن يفوت برضه، لان هو حابب الموضوع ده وشايف ان هو مبسوط منه. لكن بعد فتره المشاهد بيكتسب خبرات قريبه حتى من خبرات الناقد، فممكن ببساطه يرفض كثير من الاعمال اللي هي هنا بقى الموضوع بيتغلب. لو لقى الموضوع مش مقتنع بيه، بمعنى انه شافه 20 مره قبل كده 1000 مره، او انه مش ممكن يصدقه. مساله انك لابد انك تصدق دي حاجه مهمه جدا حقيقي. واول حاجه احيانا بتعلمها المؤلف انه اكتب عما تعرف. يعني اكتب عن اللي انت عارفه، مجتمعك، ناسك، اللي بيحصل حواليك، عشان الناس تصدقك، وانت في الاخر بتاخد من هذا المجتمع عشان تقدمه على الشاشه. يمكن اتفضل. فالمشاهد ده زي ما انت بتكتب، فالمشاهد ده هو عايش في هذا المجتمع. يمكن يعني راي يعني حضراتكم برضو في بعض النجوم اللي هم بيقرروا ان هم يالفوا ويخرجوا ويعني بيعملوا كل حاجه، يعني بيلعبوا كل الادوار. ويمكن دي حصلت مع اعمال كتير يمكن سمعنا عنها من غير ما اتكلم عن اسماء يعني. فرايك ايه في الممثل او نجم العمل اللي بيتدخل في الاخراج وفي الكتابه؟ لا رايي طبعا ان هو يعني بيقضي على نفسه بساطة جديدة، لانه اذا لم يحترم اللي بيكتب واللي بيخرج لم يحترم كفاءات اخرى ولم يحترم تخصص، يبقى هنا بالتاكيد كمان وما بيحترمش المهنه. يعني عايزه اقول لك انه لا يوجد هذا النوع من الفنانين الا وبعد فتره وصل لحيطه مسدوده، بيخسر كل طبعا بيخسر كل حاجه. لان في النهايه العمل الفني ده معروف انه عمل جماعي، والسينما والتلفزيون هو الاكثر جماعيه. الشعر انت ممكن تبقى شاعر بس، مش محتاج لحد تاني. الروايه بيكتبها واحد بس، انك تقدم برنامج زي بتقدمه مش محتاج لحد تاني. لكنك تعمل فيلم او مسلسل انت محتاج للمونتير، ومحتاج حتى العامل الإضاءة. كل واحد يتقن عمله، كل حاجه، من اصغر واحد لاكبر واحد. صحيح. اذا لم يقدم هؤلاء المنظومه اللي في الاخر انت بتشوفها.